بمدينة فاس استفادت 2650 أسرة من العملية الوطنية للدعم الغذائي رمضان 1440 هجرية على مستوى عمالة فاس، وتوزعت هذه الأسر المستفيدة ما بين 1450 أسرة بالوسط الحضري و1200 أخرى بالوسط القروي، وتوزع المستفيدون على 79 أسرة بالمنطقة الحضرية المدينة و170 بجنانات و301 بسهب الورد و300 بالمشور فاس الجديد و600 ببنسودة. مكونات هذه القفة ديال المواد الغذائية 10 كيلوغرام من الدقيق الممتاز، 5 لتر من زيت المائدة، 4 كيلوغرام من السكر، 500 غرام من الشاي، كيلوغرام من العدس، وكيلوغرام من مركز الطماطم، وكيلوغرام من العجائن. بالنسبة للعملية ولكي تمر في أحسن الظروف، كاين لجان اللي كتسهر على هذه العملية، يتعلق الأمر باللجنة الإقليمية واللجان المحلية، واللي الدور ديالها يعني كيتجلى في كما قلت أن هذه العملية تمر في أحسن الظروف، انطلاقا من تحيين ديال اللوائح ديال المستفيدين والحصر ديالها، مرورا يعني باستقبال المواد الغذائية لا من ناحية الجودة ديالها ولا من ناحية الكميات ديالها، وأيضا الإشراف على عملية التوزيع، والهدف هو أن تصل هذه المساعدات الغذائية إلى الفئات اللي كتستحقها. هذه العملية التي رصد لها خلال هذه السنة على الصعيد الوطني غلاف مالي يناهز 70 مليون درهم، تنظم من قبل مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة مع وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية.